مجموعة العمل الوطني. سيد خالد أهلا بك. أهلا بك سيدة غادة. تغريدات دولية سيد خالد عدة تغيرت بشكل جذري بسبب انتصارات قوات الجيش الليبي على الإرهاب واقعيا، فماذا يعني هذا؟ هل يعني هذا هي مغازلة لقوات الجيش الليبي ولأهالي الشهداء، أم أنها سوف تترجم على واقع الأرض؟ هذه ليست مغازلة وليست وليدة لحظتها. نحن منذ 30 شهرا مضت كيف كنا والآن كيف أصبحنا. منذ 30 شهرا ونحن نتحدث بأن العالم لا يفهم إلا لغة واحدة، لغة القوة ولغة المسيطر على الأرض. وكنا مؤمنين بقواتنا المسلحة، بشبابنا الذي ضحى بحياته وضحوا بدمائهم من أجل هذه الأيام التي نعيشها الآن، وهي نهاية الإرهاب في مدينة بنغازي وبدأ نهايته في ليبيا بإذن الله. هذه التعليقات سواء كانت من رويترز أو من جونتان وهو المبعوث الأمريكي لليبيا، كذلك من ميليت وآخرهم الأراغوز كوبلر، هذه التصريحات كلها تصب في أنهم لا يريدون إلا أن يلحقوا بالمركب العملاق وبالقوة العملاقة التي يقودها المشير خليفة حفتر والقيادة العامة للقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، وكانت على خط واضح وثابت منذ بدايتها بأنها ستقصي الإرهاب من على المشهد في ليبيا، ولن يكون هناك مجالا لدخول الإسلام السياسي والمتشددين والإخوان للمشهد من جديد. حاول الجميع من خلال أفخرات، من خلال لندن، من خلال روما، من خلال مالطا، من كل هذه الاجتماعات التي حدثت والمشاورات التي تأخذ الطابع الدبلوماسي والسياسي أحيانا، وأحيانا محاولة فرض الأمور بالقوة كما حدث في دعم غير مسبوق للمجلس الرئاسي، إلا أن قواتنا المسلحة العربية الليبية وقيادتها الحكيمة استطاعت أن تصل بنا إلى هذه النقطة، النقطة التي جعلت من هؤلاء يعترفون بأن القوات المسلحة العربية الليبية التي تقاتل الإرهاب حققت انتصارات باهرة، بل على العكس من ذلك بدأوا يترحمون على أرواح شهدائنا الأبطال الذين زادوا عن هذه الأرض وعن العرض وعن كرامة كل الليبيين. سنرى الأمور تتغير خلال الفترة القادمة، خاصة من الدول الست الكبرى تجاه المشهد في ليبيا، لأن الذي يحدث على الأرض هو الذي جعلهم يراجعون أجنداتهم ويراجعون مشاريعهم بالنسبة إلى ليبيا، بدءا من ما تم في الموانئ النفطية وكيف تمت هذه المعركة التي تم قيادتها بحنكة وحرفية، استطاع من خلالها السيطرة على مقاليد الثروة الليبية بأقل الخسائر وأقل التضحيات الممكنة التي يمكن أن تحدث في تاريخ الحروب. طيب، على كل حال نحن ننتظر خلال اليومين القادمين المعارك النهائية والحاسمة، خاصة في جنفودة التي أصبحت على بين لحظة وأخرى. سنسمع أخبارا سيفرح لها كل الليبيين إقصاء الإرهاب نهائيا من مدينة بنغازي من خلال الانتصار في قنفودة، وهذا ما نسدد إن شاء الله غدا أو بعد غدا على الكثير. طيب سيد خالد، إذا سمحت لي، ماذا تعني احتفالات أو احتفالات بنغازي تحديدا بانتصارنا على الإرهاب في منطقة الجوارشة تحديدا؟ ماذا تعني هذه النقطة بالذات في المنطقة الغربية؟ على الأقل هذه المسألة ستسقط ورقة التوت من الإسلام السياسي الذي يتشدق بأن المحاصرين في قنفودة وفي الجوارشة هم عائلات. هل تتخيل هذه العائلات من الدواعش نسائها تقاتل بالار بي جي وبالكلاشينكوف البارحة وأول البارحة واليوم الذي قبله؟ هل هذه هي العائلات التي يتحدثون عنها؟ الآن لم يعد أمامهم شيء سوى أن الإذعان بأن القوات المسلحة العربية الليبية ستقصي الإرهاب من كامل التراب الليبي، وأنها ستطهر البلاد شرقها وغربها وجنوبها من كل الميليشيات المسلحة ومن كل الإرهابيين، حتى تتيح الأمر للليبيين كي يصنعوا دولتهم التي يريدون بعيدا عن الإرهاب وبعيدا عن الإسلام السياسي وبعيدا عن التطرف، وهذا ما تقوده القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وهذا ما سنصل إليه خلال الفترة القادمة. وبالتالي غرب ليبيا عليه أن يعي الدرس جيدا، أن يعي ما حدث في بنغازي ومعركة
بني غازي هذه المعركة التي يجب أن تدرس ليس كتكتيك عسكري فقط، ولكن كذاكرة للشعب الليبي، ذاكرة للشعوب التي تقاتل الإرهاب والتي تحاول أن تبني مستقبلها. هذه معركة يجب أن تكون عبرة في التاريخ، كما كانت معارك الجهاد إبان شيخ الشهداء عمر المختار ورفاقه. يعاد التاريخ من جديد بأحفاده وبهؤلاء الأبطال الذين لا أعلم كيف سنكافيهم وكيف سنكافي هذه الأسر التي قدمت فلذات أكبادها من أجل الوطن ومن أجل تحرره ومن أجل الانتصار على الإرهاب في هذا الوقت العصيب والذي توج بانتصار. أشكرك السيد خالد ترجمان رئيس مجموعة